يقول هذا الشيخ أرجون تبين لنا أو تشرح لنا الفرق بين القرض والربا. القرض هذا لا يؤخذ عليه زيادة، وإنما يدفع لمن يحتاج مبلغ يسدد به حاجته ويرد بدله من غير زيادة، من غير أن يشترط عليه زيادة. فإذا اشترط عليه زيادة صار ربا. إذا اشترط المقرض زيادة على المقترض صار ربا، أو شرط عليه منفعة، ما شرط عليه زيادة مال، إنما شرط عليه منفعة كالسكنة في داره والركوب على سيارته أو التحميل على سيارته، فهذا ربا أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإن كان الحديث فيه مقال، لكن أجمع أهل العلم على معناه. نعم.